سيدنا محمد أبو العنين قرر أن يرشح نفسه واتخذ القرار كفردي مستقل حتى الآن، ومن ثم هو نازل معركة انتخابية مهمة، خلفه تاريخ برلماني لأكثر من 25 عاما مضت كان موجودا فيها، وكان رئيس لجنة الصناعة وكان له أداءه ودوره. 6 شهور اللي فاتت بعد ما انتخب كان من أوائل الناس اللي بيحضروا ومن آخر الناس اللي بيمشوا، وكان أداؤه الحقيقة في المجلس بشهادة الكل أداء رفيعا. وكان بيقول لي زي ما بيقول لي بيقعد يذاكر من يوم الخميس ليوم الحد، ذاكر القوانين ومشروعات القوانين قبل أن تطرح على النقاش. يعني الخيار دائما للشعب، واحترام إرادة الشعب المصري هي دائما المعيار الأساسي اللي احنا دائما نرتكن إليه. الشعب المصري بيعرف يختار كويس قوي، بعيدا عن أي لغة من هنا أو من هنا، بعض الناس بتحاول تنزل تعمل أساليب غير شرعية، واللي بيقول أنا أصرف 40 مليون واللي بيقول 30 مليون واللي بيقول 50 مليون واللي بيقول، مش دي اللغة. الشعب المصري، أو حتى لو أنت اتجهت أنك تعامل مع واحد غلبان، بس الشعب المصري بيعرف كويس قوي وهو داخل هيقول ده مين وده مين، ثقوا من ده تماما. الشعب المصري عدى مراحل تاريخية مهمة وشاف الحلوة وشاف البرة. احنا الآن عاوزين ننتخب مجلس نواب يعبر عن الشعب بمعنى الكلمة، مجلس نواب يتبنى مشاكل الناس، مجلس نواب يكون فيه رأي ورأي آخر، في حزب أغلبية وفي أحزاب معارضة تتوحد مع بعضها، لكن لابد أن يبقى في حالة من الحراك داخل البرلمان، ناس تتكلم، نشوف استجوابات، نشوف كذا نشوف كذا. وبعتقد أن ده اللي عايزه رئيس الدولة اللي جه في مجلس النواب مع افتتاح المجلس وقال الرأي والرأي الآخر، محدش يزايد على الرأي الآخر، لا، كلنا وطنيين، المعارض وطني والداعم وطني، لكن مش عايزين لغة بقى يعني كله تمام وكله آخر حلاوة، لا، دي لغة مقيتة والناس مش قابلاها ولا هتقبلها، لكن عندما أجد شيء كويس لازم أدعمه وأقول عليه، لأن عندما أجد شيء مش كويس لازم أقف ضده